انما انا هوريكو يعني احد المواقع كتب الخارجية يعني كتب وقال ايه، ان كريستيانو رونالدو لا يجب ان هو يتعرض لهذا الخطأ. لحظة واحدة عشان انا هبعت لكم اللي ما اعرفش عندكم ولا لأ، وده جزاء يعني ان هو راح لعب في الدوري السعودي وعمل له يعني مكانة، يعني هو عايز يقول كده يعني هذا الموقع يعني. عندكم يا شباب الموقع ده؟ انا بس هبعت لكم اهو لانه دي مهمة جدا، لان هعلق على دي جدا، ان كريستيانو رونالدو اهو لحظة واحدة احد المواقع اتكلم وتعجب ان ممكن يتعاقب كريستيانو رونالدو بعد هذا الخطأ وهذا التصرف، وهو اللي راح وضحى كتير عشان يلعب في السعودية وعشان يدي في السعودية وبلا بلا حاجات كتيرة جدا من هذا الشكل يعني. طبعا ده كلام مرفوض، اهو موقع اسمه اهو لحظة واحدة هبعته لكم يا شباب بسرعة، اسمه تي سي تي اهو لحظة واحدة. بص يا فندم الموقع ده تي سي تي ده موقع عالمي بيعلق على خبر ايقاف بدأ يتسرب ان رونالدو قد يتعرض للايقاف ماتشين بسبب هذه الحركة غير اللائقة. هل لك هل هكذا يردون الجميل للرجل، بص بقى، الذي ينقل كرة القدم السعودية الى العالمية؟ طب وده كلام اسمه تي سي ار، الموقع اسمه تي سي ار، ده موقع معروف يعني. قال لك هل هكذا يردون الجميل للرجل الذي ينقل كرة القدم السعودية الى العالمية؟ طبعا يعني هو كريستيانو رونالدو هو اللي هينقل كرة القدم السعودية للعالمية في ظل وجود كل النجوم، مش هو كريستيانو رونالدو لوحده، ما موجود بنزيما، موجود نيمار، موجود كانتي، موجود يعني متروفيتش، كل الناس النجوم الكبار وساديو ماني، كل النجوم دي، وهل حد فيهم موجود في الدوري السعودي لاجل عيون الدوري السعودي؟ ولا واخد اكتر يعني كريستيانو رونالدو بياخد راتب اكتر مكان بياخده في اي مكان في حياته ممكن مش اقل من 6 اضعاف او 5 اضعاف. يبقى مين اللي ليه دور مع مين؟ هل الدوري السعودي النهارده في ظل هذا الصرف وان هو بيقيم الناس باعلى من اسعارها عشان يبقى عنصر جذب للنجوم ببلاش يعني كريستيانو رونالدو بيلعب في الدوري السعودي ببلاش؟ ولا الفلوس بتاعه الناس هناك في السعوديه هي اللي بتجذب هؤلاء النجوم ده، هم جايين بيلعبوا في السعوديه عشان الفلوس، وبالتالي هو لما بيتنقل كريستيانو رونالدو لريال مدريد مش عشان الفلوس، ولما ساب الريال وراح يوفنتوس مش عشان خاطر ما كانش عاجبه الراتب بتاعه في ريال مدريد، مش كده برضو ولا ايه؟ ولما مشي من اليوفنتوس مش عشان اليوفنتوس مشاه عشان راتبه عالي، وراح في مانشستر يونايتد ما كانش نافع. ده كريستيانو عنده 25 و26 و27 لغايه ما بقى عنده 36 و37 سنه و38 ما كانش بياخد الارقام دي في حياته. فانا معترض على الفكره في تقليل من الدوري السعودي والكره السعوديه، لا نختلف ونتفق ونتكلم فنيات ونتكلم في بتاع كل الكلام ده تمام، لكن هل هذا الموقع الكره السعوديه او الدوري السعودي او هذا الصرف الرهيب اللي بيحصل عشان كريستيانو رونالدو هو اللي رايح عشان ينقل يعني كرة القدم السعودية إلى العالمية؟ طبعا كلام غير مقبول على الإطلاق. والحقيقة أنا لغاية ما عرفت إنه كنت مستاء، قلت عدي مش ممكن. وبعدين لما شفت بعض التصريحات للناس بتحاول تبرر، فالتبرير لمجرد الفانيلا لنادي أنا بشجعه ده غلط. لكن لما بدأ يتردد انه لجنة الانضباط هتاخد قرار وانه القرار خلال ساعات، ممكن يبقى بكرة، ممكن يبقى بعده، يبقى ده فعلا الشكل اللائق للدوري السعودي، لا احد فوق الانضباط مهما تدفع ومهما يكون اسم النجم. احنا بنشوف كده في الدوريات الكبرى، مهما كان اسمه المكانة والانضباط هي الاصل. اهو
صحيفة الرياضية السعودية بشكل عاجل كتبت عاجل مصادر للرياضية: لجنة الانضباط تتجه لإيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر مباراتين وغرامة مالية بسبب السلوك غير الرياضي. ده نقول لهم شابوه، لا أحد فوق الانضباط والأخلاق مهما كان. هيكمل كريستيانو رونالدو أو مش هيكمل، لو ما كملش هو الخسران، لأنه بياخد راتب ما خدوش في حياته حتى خمسه أو ربعه. خد بالك ده كريستيانو بيقوله 200 مليون يورو في السنة، يعني بتتكلم في رقم هو لا يمكن ياخد راتب أصلا ربع الراتب ده في أي حتة في الدنيا، وعنده دخل في 39 سنة أو 39 سنة، مستحيل مهما كان اسمه إيه. وده ميسي في أمريكا بياخدش كده، بس ميسي داخل في ديل كبير جدا منه كمان انه مشارك في ملكيه النادي وحاجات كتيره جدا. لكن كريستيانو رونالدو راجل بياخد مبلغ ضخم جدا 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 عشان يلعب بالقواعد بتاعه الدوري السعودي. يمثل قيمه كبيره كريستيانو، نجم كبير جدا وعلى فكره كلنا بنحبه. وكريستيانو رونالدو كمان تحديدا ليه مكانه عندنا احنا كعرب كبيره جدا، وهو حتى دايما متعاطف مع قضايانا، وراجل الحقيقه برضه متواضع، وراجل يعني في كل لقاءاته، وراجل نجم كبير جدا جدا جدا. لكن لما يخطئ في قلب الملعب لازم يتحاسب. الحقيقه برضه ما بيعجبنيش الجمهور لما يقول لك طب وشمعنى متروفيتش ما اتحاسبش قبل كده؟ اشمعنى كريستيانو؟ لا يعني بلاش المقارنه في الخطا، لا يجب ان تكون هناك مقارنه الحقيقه في الخطا.